مفتري المعروف، هو معروف، هو مين اللي مبهدلني وقاعد في ارضي ومسيطر على ارضي ومستخدم القوه والجبروت وفرد العضلات على واحده ست ارمله ومبهدلها اخر بهدله؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فلان، انت عارف نفسك يا مسجل خطر، يا 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 مصدر الرعب لكل الناس الغلابه، كل الناس اللي الطيبين المحترمين اللي في حالهم بتقدر عليهم، اي مكان تاني بتتضرب فيه، ضربت مليون علقه وبرده ما فيش فايده، ما لا ما بتتوبش ابدا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر، برحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظه الدقهليه. النهارده مع سيده سمبلوين اللي اثارت الجدل داخل المحافظه بشكواها من شخص فرض عليها سطوته، وبتقول ان هو بيهددني بامني وبيهددني بانهاء حياتي وانهاء حياه ابني الوحيد. طبعا في البدايه بنقول رد مكفول للطرف الاخر، لكن خلينا نسمع شكواها وايه اللي حصل بالظبط مع هذا الشخص. عرفيني بحضرتك في البداية. أنا اسمي عفاف السيد طه، كنت مدرسة لغة عربية بس في دولة الكويت، وطبعا زي أي واحدة أو أي ناس بتشتغل برا مصر، في لازم يجوا مرجعهم لبلدهم ويعيشوا فيه، والمفروض الحق الطبيعي إن الواحد يعيش في أمان، ده حق مشروع لكل الناس، لكل المواطنين، يعني مصر مصدر الأمان لكل الناس حتى خارج المصريين، يعني ناس أخرى غير، لكن أنا واحدة من الناس مانيش شايفة أي أمان، مبهدلني واحد معروف ومسجل خطر في السنبلاوين ومسيطر على أرضي وقاعد فيها ومبهدلني ومخلي كل يوم واحد من أتباعه اللي هم قاعدين معاه كلهم مسجلين زيه، ويتصل بيا ويهددني، هذا هو له 500 متر، اديني فلوس أراضيه. أراضي مين؟ أنا ما أعرفوش أصلا عشان أراضيه، والله العظيم عمري ما اتعاملت معاه لا من قريب ولا من بعيد، لا بيع ولا شراء ولا اي شيء، ولا اعرف هذا الشخص ولا ابدا يشرفني ان اعرف هذا الشخص. فهذا الشخص مسجل خطر ومعروف لدى الجميع، لكن هم يعني لو عايز اعرف الموضوع ايه في البدايه. قلت لي انت ليكي ارض. انا لي ارض مسجله شهر عقاري كانت باسم جوزي، الارض المحلج معروفه كل الناس عارفاها، وبايع الناس في ارض محلج السنبلاوين في شارع المركز ومش شارع المطافي، منطقه معروفه جدا وناس كتير شاريه فيها مننا برضه، وهو العقد الوحيد اللي باسم الحاج الله يرحمه مسجل شهر عقاري من الشركه العربيه لحريج الاقطار. تمام، يعني الارض ارضك. ايه بقى اللي حصل او الشخص ده عمل ايه؟ جاء انا طبعا كان في واحد شاري مني قطعتين ارض، وبعدين وعليه مبلغ من المال، طبعا في واحد قريبي او اقرب حاجه ليا حرضه ما يدفعليش الفلوس اللي عليه، وبالتالي هذا الشخص لما مرضيت سجله زي الاخرين اللي دفعوا، وقام طبعا رفع دعوه وجايب لي هذا البلطجي واخذ القطعتين الارض بالقوه، والى وقتنا هذا الدعوه استمرت حوالي من سنه 2016 لسه محكوم فيها من خلال شهر او شهرين، وعمل فيها استئناف، واول جلسه كانت الشهر اللي فات ده، والجلسه الثانيه مفترض انها تكون في استئناف في جلسه 15/5. دي ارض، فجاب لي وهو ادعى مسجل ده. هو جارك؟ قلت لي جارك ولا يبقى لك ايه؟ لا هو انا ما اعرفوش هو من نفس بلدك؟ من البلد السنبلاوي. تمام، بس معروف لدى الجميع باعماله ومحاوله سرقه الناس واخذ ممتلكاتهم بالقوه. افهم المتابعين، هي ارض حضرتك. مسجل، وهو انت بتقولي ده كلام حضرتك. انا مش بتقولي ان هو قال دي ارضي وحط ايده عليها. انت رفعت قضيه، كتبت محضر، صارت قضيه، القضاء انصفني في قطعه كنت مأجراه، هو تدخل فيها هجومي وتم رفض تدخلي الهجومي وجت عليه مطالبه وحكمولك بالتمكين واستمكنت من ارض. اسم الشرطه مكنوكي؟ في يوم 11 يوم 11/2، وبارك الله فيهم ايمن ببدوي، ربنا يكرمه يا رب ويبارك في اولاده، وكذلك رئيس المباحث المحترم ايضا محمد بهلال، ناس محترمه جدا وساعدوني ونفذت الحكم. جميل، يعني القضاء انصافك والشرطه وقفت معاك. الارض وقطع تانية او ليه قعد فيها على اي اساس وهي مش ارضه؟ ارضي، ما هو كده على طول. مش ارضه فين؟ ما القضاء قال دي مش بتاعتك والشرطه قالت دي مش بتاعتك. مع هذا الشخص واحنا بننفذ وظابط التنفيذ واقف وكل الناس واقفه، المحضرين والناس اللي بتنفذ بتسلمني الارض، ارضي تحيا مصر، مش عارف ايه الحركات دي. طبعا ولا سالوا فيه
ولا عملوا الكلام واي اعتبار هو وابنه، والاخ اللي كان مأجر مني خد الجبلون بتاعه الخاص بيه وربنا نصرنا عليه. لكن برضو اخدت ارضك واعتقدت ان انا خلاص كده هرتاح، ارض واخدتها. هو رجع عمل ايه تاني؟ كل ما حد يجي يقول له دي ارض دي ارض. انت بقى عايزه تبيعيها؟ عايزة. هو بيوقف حالها بالاخر يعني. واحده كمان كنت مأجره لها وثبت الارض وما كانتش بتدفع فلوس، وانا في قضيه متداوله ضدها على اساس ان انا من حقي طالما استفادت من الارض يبقى لازم اخد فلوس، فرفع عليها دعوه وهي سابت الارض ومشيت. فجه اما اجرها لواحد، انا بقول للاخ اللي هو اجر ارضك؟ اجرها، قال له ده ارض. طب والناس بتاجر منه مش مفروض في عقود وحاجات؟ لا الناس خايفه منه. امبارح انا قاعده اتكلم ساعتين مع الولد يقول لي تعالي سلمها لي، انا خايف منه هيبهدلني هيعمل فيا. يعني معقول بيحط ايده على الارض مش بتاعته بيأجرها؟ حضرتك يعني ايه يعني ايه الجرأه دي مثلا؟ او ما اقول لحضرتك بجاحه، اكتسب هذا الحق منين؟ بجاحه. يعني هو ما ليش اي. طيب حررت محضر ضده مثلا؟ والله انا عملت محضر وتم حفظه، بس انا ما زلت دلوقتي بحاول ان انا اطلعه تاني من الحفظ وربنا موجود. طيب حضرتك قلتي لي بيهددني وبيهدد ابني الوحيد، اعرف ايه الموضوع؟ بيهددني يا اما ادفع له 1,000,000 جنيه مره، ما انا ما بتكلمش معاه، ده الناس اللي بتيجي تبلغني، او 5,000,000 او دي ارضي انا ليا 500 متر، عشان بيكبر اللقمه قوي علشان طبعا يبقى المقابل ان انا ارضخ ليه واديله. لا يمكن لا يمكن، هذا المبدا مرفوع لان دي ارضي ولا يمكن ابدا اي حد يبتزني فيها. دي شقايا وتعبي انا وجوزي، ولا يمكن لا يمكن اي حد ياخد مني حاجه غصب عني. بيقول ابنك ايه او بيعمل ايه؟ بيكلمني، بيبعت لي ناس انا تكلمني، انا هغزه، انا هعمل فيه، انا هسوي كده. قلت لي انا خايفه على ابني الوحيد. انا قاعده في المنصوره وبعيد عنه. يعني سبت السنبلاوين انا سبت السنبلاوين كنت في شريك مع اخويا وانا ما ارتحتش مع اخويا وسبت البلد وقمت جايه هنا قاعده في المنصوره. بس زوج حضرتك فين؟ انا جوزي متوفي يرحمه الله من 6 اشهر، والله العظيم كان سبب الجلطه سببها برضو اللي حصل، وبرضو كان عندي حته ارض ثانيه في ناس قريبين جدا مني عملوا عليها ورق وعلى ناس لناس جار الارض ومدخلني في مشاكل، اي حد يجي يشتريها يقول لك انا ليا كذا انا ليا كذا. سافرت سنين انت وزوج حضرتك رحمه الله عليه، تعبتوا خارج البلاد، كافحتوا زي اي زوج وزوجه، وقفت جنبه، كنت ليه السند والدار وهو كان ليكي، يعني قلت لك كان كل حاجه بالنسبه لي، بعد للاسف جحود اقرب الناس اليكي، وده على كلامك. هو بعد هذه المشاكل، بعد طبعا ما اشتغلتوا في احد الدول العربيه او احدى الدول العربيه، جيتوا بلدكم واستقريتوا. قلنا هنأمن مستقبل ولادنا، نشتري حته ارض، قطعه ارض تأمن مستقبل. يوم عيد من يوم ما جينا قلت لي من يوم ما اشتريت الارض وانا حياتي اتدمرت، اثارت اطماع كل اللي حواليا على طول في المحاكم على طول. اي حد يكلمك طمعان فيكي، اي مصدر طمع لاقرب الاقربين. قلت لي الارض جابت لي جلطه لجوزي، كانت سبب وفاه زوجي، جابت لنا التعب الشقاء، بدات من يوم ما اشتريت الارض هنا وانا دخلت. نقمه عليا والله، نقمه عليا وعلى بيتي وعلى اسرتي وعلى جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عندك اولاد ايه؟ انا عندي ريهام كبيره مأمورة ضرايب، خريجه تجاره انجليزي، كانت من اوائل الدفعه وتعينت. عندي رانيا دكتوره صيدلانيه عايشه بالسعوديه، عندي محمد دكتور اشعه، واخويا اولادي كلهم ناس محترمه ما شاء الله. يعني شقيتي وربيتي وعلمتيهم وقلتي أأمن لهم مستقبلهم، الارض كانت سبب يعني مش عايزه اقول. نقمه عليا نقمه عليا والله بجد. مطالبك ايه لو المسؤولين داخل محافظه الاهالي سامعين؟ طلب صغير جدا، طلب صغير، يعني من حقي ان انا اعيش في امان، من حقي ما حدش يضايقني او يفرض عليا حاجه انا مش عايزاها. يعني ايه ابتدائي مبلغ كده؟ ده الارض بتاعي. يعني احنا عايشين في ايه؟ احنا عايشين في دوله وفيها قانون، وكل القانون والقانون على راس الكل لازم ينفذ على راس الكل. يعني ده ايه؟ يعني ايه اللي هو بيحصل ده؟ يعني ليا من حقي، واي يعني حق مشروع ليا ان انا اعيش في امان، محدش يبتزني ومحدش له دعوه بيا. انا ما باذيش حد وماشيه بحالي انا واسرتي وانا واولاد، يبقى نفس الشيء لازم يقابل هذا العمل بان الناس تبعد عني، ما لهمش دعوه بيا. انا مش هدفع له حاجه.
لا يمكن على جثتي ان انا ادفع له حاجه. كان اخر تواصل معاكي ما قلت لي بيتواصل معايا بشكل غير مباشر، بيزق عليا امبارح، بعت امبارح لسه امبارح بقى مخلي واحد مكلمني ويقول لي ده له 500 متر. 500 متر مين يا حبيبي؟ هو شاري من مين؟ معاك ما يثبت ان انت ليك 500 متر؟ قول امال يعني هو قاعد ازاي؟ قلت له قاعد بلطجه. هو انت ايه الاوراق اللي مع حضرتك يا فندم؟ الاوراق اللي معايا كلها عقد مسجل بالمساحه الاجماليه، وعقد مسجل بالتقسيمات اللي طلعت وتم اشهارها في الشهر العقاري، وبما يسمى بايداع التقسيم في الشهر العقاري، وتسجيل لكل المشتريين، وبالتالي القطعه الثانيه اللي هي ما زالت لسه لم يتم استخراج الرخص فيها بسببه برضه موقف الرخص ومبهدل كل الناس اللي مشتريه مني، كلهم مقدمين حوالي يطلع 20 رخصه في مجلس المدينه موقفين موقفهم بسبب رفع دعوه. بقول لك ده ارض اي حد كده يرفع دعوه، اي حد ما هو هيثبت عدم صحتها او بطلانها، بطلان الدعوه دي ما هتاخد وقت برضه. يعني بتاخد وقت لان في حاجه اسمها شكل التقاضي، شكل يعني اجراءات لازم تتم لغايه اعلان وعاده اعلان، وبعدين تاخد خدت عدم اختصاص في السنبلاوين. طبعا هم رافعينها المحامي بتاعه ما شاء الله، هو اللي مضيع الدنيا، هو اللي مشجعه، انا هسرقها، انا هاخد منها، انا هعمل لك واسوي لك. هم دول المحامين اللي مبهدلين الدنيا. انا هسرقها لك واعمل لك واسوي لك. اخذت عدم اختصاص في السنبلاوي، كل دي تباطؤ. وبعدين جت هنا المنصوره اخذت جلسه والثانيه الجلسه. الاجراءات القانونيه بتمشي في مسارها الطبيعي، مفيش مشكله. انا بتكلم مع حضرتك اللي هو المحاميين اللي هي اللي نفسها تدمر البشر، اللي هي يعني تقعد تنكش ازاي اطول القضيه، ازاي تاخد خلينا نتكلم في يعني بقى السبب في ده كله. ان انت بتقولي هذا الشخص ملوش حق نهائي في ارضي، ملوش طبعا، واستضعفني لان سيده بطولي وطمعان في ارضي بعد وفاه زوجي وبتهزني، دي نفسها لوحدها يعني مشكله كبيره. وان صح كلام حضرتك وصدق، وانت بتقول انا معايا كل على كل كلمه ما يثبت صحه كلامي، سواء الصحيفه الجنائيه بتاعته المتروسه، يعني الكلام ده على مسؤوليتك الشخصيه، على مسؤوليتي. والعقود المسجله شهر عقاري المنصوره كلها موجوده، واخده معظم الاجراءات في السنه، وانتهت هنا شهر العقاري الرئيسي، وتم اصدار تراخيص، قصدي اصدار عقود مسجله ليا ولكل الناس اللي اشترت مننا بالكامل، مفيش حد يقول لي انا ما سجلتش. طب الناس اللي هو مأجر لهم ما بيتواصلوش مع حضرتك؟ ما بيخوفهم حضرتك، امبارح الراجل خوفهم بقى يبقوا لهم ايه؟ بقى هعمل واسوي فيك، والله العظيم امبارح والله شخص يقول لي، قلت له خلاص سيب الارض، انت سيب الارض طالما انت مش قادر تحميها، مش قادر. هي ارض مش مبنيه، مش عمارات يعني، مش فاضيه. لا لا هم بيأجروها يعملوا فيها ايه مثلا؟ بيأجروها كافيهات، يأجروها حاجات كده. تمام. وبتمشي حالها، تمشي حالها كويس قوي في المنطقه. يعني ربنا بيكرم الجميع. زي ما شفنا معاكم متابعينا الاعزاء، متابعي مباشر من مصر، هذه السيده استغاثت بينا وطلبت ان هي تحكي ماساتها وتتواصل، بتقول انا كل مطالبي من المسؤولين داخل محافظه الدقهليه، بستغيث بكل مسؤول احموني من هذا الشخص. طبعا زي ما قلت في البدايه وبرجع عيد في نهايه اللايف، حق الرد مكفول للطرف الاخر. هي قالت الكلام على مسؤوليتي ومعايا على كل كلمه بقولها اوراق رسميه وكل ما يثبت صحه وصدق كلامي. الرد مكفول الطرف الاخر، لكن بتقول انا حقي كمواطنه مصريه بعد ما اتغربت وعشت سنين بره بلدي انا وزوجي، رجعت امن مستقبل اولادي، الارض كانت مطمع وكانت نقمه عليا بدل ما تكون نعمه ليا. حاولت ابعد عن هذه المشاكل وانقى باولادي بعيدا عنها، اخذتهم وطلعت من مدينه السنبلاوين مسقط راسي واللي قضيت فيها حياتي وطفولتي وشبابي، وجيت عشت في المنصوره هربا من المشاكل وابعد بلادي اولادي عنها، لكن للاسف لم اسلم منهم. مش عارفه حتى ابيع الارض، عاوزه ابيعها عشان اخلص منها ومن المشاكل اللي جايالي من وراها. انا مش عارفه حتى ابيع الارض لانه بيقول للناس ان دي ارضي وقاعد فيها على طول. انت حتى بتقولي انا قلت هبيعها عشان اخلص منها ومن الوش اللي جايلي منها، مش عارفه لا ابيعها ولا عارفه استفيد بيها. قاعد فيها مسيطر على طول الوقت، ولمم حواليه مجموعه من اتباعه اللي هم يعني امثاله. تمام. قاعدين في قلب الارض. طبعا انت محرره محاضر ضده ومعروف اسمه داخل اسم شرطه السنبلاوين. حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت امري لله فيه، يا ربي يا ربي توريني فيه اصعب الايام، اصعب الايام، بس لان كل اللي بيعمل حاجه لازم يذوق منها ولازم ترجع له ان شاء الله. بشكركم جدا متابعينا الاعزاء، متابعي من مباشر من مصر، دمتم في رعايه الله وامنه، السلام عليكم.